أعزائي تلاميذ شعب التعليم الأصيل مسلك العلوم الشرعية، مرحبا بكم في لقاء جديد في دروس علوم اللغة للسنة الأولى بكالوريا. درس اليوم في علم النحو وهو اسم الفاعل. اسم الفاعل سنتعرف على تعريف لهذا المكون، ثم سننتقل إلى تعرف أحواله وأنواعه وكذا أحكامه. كما تلاحظون قسمنا الدرس إلى قسمين أو إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تشتمل على خمسة أمثلة، والمجموعة الثانية على ستة أمثلة. نبدأ بالمطلب الأول وهو تعرف الفاعل، ونبدأ أولا بملاحظة هذه الأمثلة في المجموعتين. لاحظوا معي أن هذه الأمثلة كلها قد اشتملت على أفعال وفاعلين. كما تلاحظ أيضا أن الفاعل في كل مثال من هذه المجموعتين، من هاتين المجموعتين، قد تأخر عن الفعل. ثم لاحظ أيضا أن كل فاعل من هذه الأمثلة جاء مرفوعا أو اختلفت علامة إعرابه، وهي في الأصل الرفع، من مثال لآخر، وذلك بحسب نوع أو حال هذا الفاعل. كما تلاحظون فكل فاعل جاء حكمه مختلفا عن حكم فاعل آخر، وذلك بحسب موقعه من الإعراب بغض النظر عن حالته. لنبدأ الآن أو لننتقل إلى تعريف الفاعل باعتبار هذه الملاحظات. إذن فالفاعل هو اسم، ولاحظ أنه جاء مرفوعا، إذن الفاعل اسم مرفوع جاء بعد الفعل ليتمم معناه. بعد ذلك سننتقل إلى المطلب الثاني، وهو تعرف حال أو أحوال الفاعل. وهنا سنستعين بجدول واصف لشرح وفهم هذه الأحوال. إذن لنستحضر أمثلة المجموعة الأولى.
إذا في الخانة الأولى سنحدد رقم المثال ثم الفعل ثم فاعله ثم حالته. لنأخذ المثال الأول: شرح الأستاذ الدرس. لاحظ أن الفعل في هذا المثال هو شرح، والذي قام بفعل الشرح هو الأستاذ، إذن فهو الفاعل. لاحظ أن الأستاذ في هذا المثال قد جاء اسما ظاهرا صريحا، خلاف المثال الثاني. لاحظ معي المثال الثاني: أديت واجبي. إذن الفعل هو أدى، أدي، ثم عندنا تاء المتحركة وهي الفاعل، لأن الذي أدى هو أنا الذي ينوب عنه هذا الضمير البارز وهو التاء المتحركة. إذن التاء المتحركة باعتبار اتصالها بالفعل إذن فهي ضمير، وضمير متصل. إذن حالته هو ضمير متصل. في المثال الثالث، لاحظ هنا، تلاحظ أنه لم نكتب الفاعل باللون الأحمر كما كتبناه في الأمثلة الأخرى، وهذا يعني أن الفاعل لم يذكر في المثال. غاب عن المحاضرة، نتساءل من غاب عن المحاضرة، من قام بفعل الغياب؟ إذن فالفاعل هو ضمير مستتر تقديره هو. إذن فالفاعل هنا محذوف جوازا، هنا ضمير حالته ضمير مستتر تقديره هو. في المثال الرابع، لاحظ هنا أن الفاعل لم يأتي لا اسما ظاهرا ولا ضميرا متصلا ولا ضميرا مستترا، وإنما جاء عبارة عن جملة فيها أن والفعل المضارع. إذن الفعل هو يسر، لاحظ هنا أن الفاعل جاء مصدرا مؤولا، وأن هنا هي مصدرية، إذن هي حرف نصب ومصدر تدخل على الفعل المضارع فتنصبه وتنشأ تنجح، وفعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل رفع خبر يسر. في المثال الأخير في هذه المجموعة، لاحظ أن الفعل هو مات، وأن الفاعل هو الذي، والذي ومن الأسماء الموصولة، إذن فهو اسم موصول، والأسماء الموصولة ليست معربة وإنما مبنية، إذن فهو فاعل مبني في محل رفع. إذن في الاستنتاج دائما بالنسبة للمطلب الثاني، نلاحظ أن الفاعل يأتي على أحوال متعددة، منها أنه يأتي اسما ظاهرا وضميرا متصلا وضميرا مستترا
أو مصدرا مؤولا من أن والفعل المضارع أو اسم موصول، كما يأتي على أحوال أخرى متعددة يضيق المقام عن شرحها. إذن نمر إلى التقويم. سنحاول أن نستمر جدولا وصفا. سوف نستثمر نفس الجدول. لاحظ في هذا الجدول بالنسبة للمثال الأول أن الفعل هو أكرم، ثم لاحظ أن الفاعل قد اتصل به وهو عبارة عن ضمير متصل والتاء المتحركة. إذن فالتاء المتحركة هي ضمير متصل. في المثال الثاني أحترم من درسني، أحترم، لاحظوا هنا أن أحترم والفاعل الذي قام بفعل الاحترام هو من؟ هو أنا. إذن فالفاعل هو ضمير مستتر. ثم في المثال الأخير يسعدني، إذن الفعل هو يسعد ولاحظنا أن الفاعل هو أنك مواظب بمعنى أنه مصدر مؤول من أن واسمها وخبرها. إذن اسم أن هنا هو كفو الخطاب وهو ضمير متصل، وخبرها هو
مواظب. إذن والجملة من أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل. إذن ننتقل الآن إلى المطلب الثالث. المطلب الثالث يتعلق بأحكام الفعل. إذن سنستعين أيضا في شرح هذه الظاهرة، سنستعين بجدول وصف نضمنه ما يلي. إذن الآن سنمر إلى أمثلة المجموعة الثانية. لاحظ معي هذه الأمثلة. أعد الطالب واجباته. أعد الطالب واجباته. الفعل هنا هو أعد، والذي أعد الذي قام بالفعل هو الطالب. لاحظ أن علامة الإعراب هنا هي الضمة الظاهرة على آخره، إذن فهو مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. من حيث المطابقة لاحظ هنا أن أعد ومفرد، وأن الطالب هو مفرد. أعد ومذكر والطالب مذكر، إذن هناك مطابقة من حيث الإفراد والتذكير. نمر إلى المثال الثاني على نفس المنوال. أرضعت الأم طفلها، الذي قام بفعل الإرضاع هي الأم، إذن الفعل هو أرضع، والأم هي الفاعل. إذن العلامة الإعرابية واضحة كشأن المثال الأول. إذن فالأم مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، قلنا من حيث المطابقة. إذن هنا نلاحظ هنا أن أرضعت مفردة أو فعل مفرد، والأم مفرد أيضا. إذن هناك تطابق في الإفراد. شو من حيث التأنيث، أرضعت لدينا التأنيث الساكنة، ولدينا الأم وهي لفظ مؤنث. إذن هناك تطابق في الإفراد وفي التأنيث أيضا. نمر إلى المثال الثالث. حضر التلميذان. إذن حضر هو الفعل، التلميذان فاعل. لاحظ هنا بالنسبة للحكم الإعرابي، لاحظ هنا أن التلميذان الفاعل جاء مرفوع، الأصل فيه هو الرفع، لكن علامة الرفع ليست هي الضمة وإنما هي الألف. إذن هو مرفوع بالألف لأنه مثنى. أم من حيث المطابقة، إذن حضر مفرد وهنا التلميذان مثنى، إذن ليست هناك مطابقة. المطابقة هناك في التذكير. إذن الفاعل طابق
في التذكير فقط ولم يطابقه في الإفراد، ولا الفعل طبق الفاعل في التثنية. بالنسبة للمثال الرابع، غاب هو الفعل، المسعفون هو الفاعل. لاحظ هنا أن علامة الإعراب الآن ليست هي الرفع ولا ألف الاثنين، والسبب هو أن الفاعل جاء جمع مذكر سالم، ونعلم أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، إذن علامة الرفع هنا هي الواو. حيث المطابقة، غاب هو مفرد ومذكر بطبيعة الحال، الفاعل جاء جمع، إذا ليست هناك مطابقة من هذه الناحية، إنما هناك مطابقة من حيث التذكير. إذن فالفاعل طبق الفعل في التذكير فقط. في المثال الخامس، نجحت الطالبات، إذن الفعل هو نجح، الطالبات هي الفاعل. لاحظنا أن بالنسبة لجمع المؤنث السالم علامة إعراب الفاعل هي الضمة الظاهرة على آخره. بالنسبة للمطابقة، لاحظ معي هنا أن نجحت هي مفردة مؤنثة، الطالبات جمع مؤنث، إذن ليست هناك مطابقة في الإفراد ولكن هناك مطابقة في التأنيث. ثم أخيرا، كفى بالله شهيدا، عندنا كفى، عندنا الله. لاحظ هنا الحالة هو أن الفاعل لم يأتي مرفوعا كما عهدناه في الأمثلة الأخرى، لا بالضمة ولا بالألف ولا بالواو، وإنما جاء مجرورا رغم كونه وقع فاعلا. إذن فهذا لا يمنع من أن يكون فاعلا وأن يجر بالباء، وهذه الباء تسمى الباء الزائدة، وهذا لا يؤثر على دور أو وظيفة الفاعل في الجملة. إذن فهو كما نلاحظ مجرور بالباء لفظا كما هو مبين لفظا، ولكنه مرفوع محلا، يعني في محل رفع. إذن من حيث المطابقة نلاحظ هنا أنا مفرد مذكر ثم عندنا مفرد مذكر، إذن هناك مطابقة تم حتى في التذكير. إذن بذلك نكون قد أتينا على معظم أحكام الفاعل. ننتقل الآن إلى الاستنتاج. إذن نلاحظ في الجدول أن للفاعل مجموعة من الأحكام. منها ما يتصل بالإعراب، ومنها ما يتصل بالمطابقة.
أما ما يتصل بالإعراب فالفاعل يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة على آخره كما يرفع بالألف إذا كان مثنى وبالواو إذا كان جمع مذكر سالم وأما من حيث المطابقة فإما فالفاعل يطابق الفعل في التذكير بالإفراد أولا الإفراد والتذكير والتأنيث وقد يطابقه في أحد هذه الأمور وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المطلب وهو أحكام الفاعل ننتقل الآن إلى التقويم وهنا سوف نستعين بجدول وصف لدينا الجملة الأولى طيب نبدأ بالمثال الأول في إطار التقويم بطبيعة الحال لاحظ أن الفعل في هذا المثال هو أعد لأن التاء هنا هي تاء التأنيث الساكنة التي لا محل لها من الإعراب وفاطمة هي الفاعل لاحظ أن الفاعل هنا جاء مرفوعا بالضمة الظاهرة على آخره وقد جاء اسما ظاهرا واسم علم لاحظ من حيث المطابقة أعدت مفرد مؤنث وفاطمة مفردة مؤنثة إذن هناك مطابقة في الإفراد والتأنيث
في المثال الثاني شرح هو الفعل، والذي قام بفعل الشرح هم المعلمون. لاحظ هنا أن علامة الإعراب هنا هي الواو، إذن الفاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. ثم من حيث المطابقة عندنا شرح ومفرد، مفرد مذكر والمعلمون جمع، إذن من حيث الإفراد لا مطابقة، الإفراد والجمع. هناك مطابقة في التذكير فقط، ثم في المثال الأخير لاحظ هنا أن الفاعل الذي هو جهنم قد جاء مجرورا بالباء، وهذه الباء زائدة، إذن كفى والفعل جهنم والفاعل إذن هنا مجرور لفظا مرفوع محلا. بالنسبة للمطابقة إذن هناك مطابقة في الإفراد والتذكير. إذن بذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه المطالب الثلاثة. نخلص سريعا إلى الخلاصة التركيبية. ونبدأ بالتعريف. إذن فالفاعل اسم مرفوع يأتي بعد الفاعل ليتمم معناه، يتمم معناه إذا كان الفعل لازما بطبيعة الحال. أحيانا لا يتم معنى الجملة إلا بوجود المفعول به، وهنا الفرق بين الفعل اللازم وبين الفعل المتعدي. بالنسبة لحكم الفاعل، وحكمه أن يرفع بالضمة الظاهرة أو مقدرة على آخره، أو بالألف إذا كان مثنى، أو بالواو إذا كان جمع مذكر سالم. بالنسبة للمطابقة، يطابق الفاعل الفعل في الإفراد والتذكير والجمع، وقد يطابقه في أحد هذه الأمور فقط. وبذلك نكون قد أتينا إلى نهاية الدرس، وأنتم تعرفون الإكراه، فالدرس أسرعنا فيه كثيرا فأفضنا في بعض الأشياء و قصرنا في بعض، فنرجو المعذرة أعزائي التلاميذ. والسلام عليكم ورحمة الله.